ما لكم لا ترجون بأحمد الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلقكم ألم تروا كيف خلق الله سبعة سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم نباتا لا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يلا أباك عيد لي إياها أباك عيد لي عند ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا هذا المقطع راح نعيده على السريع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا جل أعوذ بالله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ركز شو عم قول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ما قطعت مرة عم نحكي احنا عم نحكي عم نقرا ما فهمت مرة يلا اعوذ بالله من الشيطان الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا اقرأ يا إمام اقرأ أنا أحس حالك مبسوط استمتع بالقرآن استمتع قرآن طعمته حلو كثير طيب لذيذ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا فيها منها ايوه والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يلا يا احمد ادلي اياها من عند اعوذ بالله الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عيدة 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 أنت فقلت استغفروا ربكم يلا فقلت استغفروا ربكم سرع شوي شد أخرى إنه كان غفارا أسرع ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تعدون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا ألم وقد خلقكم أطوارا ألم تروا يقول وقد خلقكم أطوارا ألم تروا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يلا بقعد لي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أنهارا شوي ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وجعل القمر فيهن نورا وجعل
الشمس سراجا. يلا عيد عيد عيد. ألم تروا كيف خلق الله؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. نعم. وجعل الشمس وجعل القمر القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا فيها سبلا فجاجا لتسلكوا منها سبلا فجاجا محمد يلا كملي. وقد خلقكم أطوارا ألم تروا عيدة. وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فيهن سراجا. انت عم تقلي بابا يصلي بالعالم اذا ما يخطئ. اذا اخطأ بتلبك لانه ده عم ينحرج شو يسوي؟ ينهزم يعني؟ الشارع صار يهرب يعني؟ بعدين؟ تعرفون؟ طيب ماشي يلا خلاص هلا يلا اعوذ من الشر. يلا كرر الري. والله انبتكم من الارض نباتا. محمد اقول منيح. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. والله جعل لكم الارض بساطا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ايوه ظل وصلنا على اخر المقطع. شو يقول نوح؟ قال نوح ربي انهم عصوني. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. يا سلام. شايف حفظنا الايه؟ تكون صار اكثر ضرع صغير بس يعني. يلا قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. عيدا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. محمد عيدا يلا. لا عيدا. واتبعوا من لم يزده فلك له. لا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده. واتبعوا من لم يزده ماله وولده
يلا بكر. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. عيدا. واتبعوا من لم يزده ماله وولده ولد. يا سلام. هلا فينا نجرب ناخذ الآية. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال نوح ربي إنهم عصوني من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. يا سلام. عيدها الجملة يلا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. عيد من الأول. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. عيدا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. يا سلام. بدي تحفظ هاي الآية ضرورية. تعرف ليش؟ لأنها صعبة شوي. وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. يلا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. طيب يلا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. عيدا. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. جيد أبو أحمد. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. عيد يا بكر حالك. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. أيها حمد. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. راح أقرأ أنا بس سمم علي. أي خلاص أنا حالي. أنتم ما تقرأوا. يلا. قال بس سمم علي. أنا آخر مرة أقرأ لحالي. مو أنتم تقرأوا بس أنتم سمم علي. استمع مني. بكر استمع. ماشي. قال ذل وإذا قرأ القرآن. ليش عنا هيك بيضة هوني وبنص أسود؟ هيك الله خلقها. يلا جاهزين؟ يلا. قال نوح راح أقرأ من الكتاب عشان ما أخطأ. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. لا أتي أنا خلصت حالي. قال نوح ربي
قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. يلا لا تعيدوا وخاف من عذبكم. يلا ومكروا مكرا كبارا. بس خلص خلص غزلها بدون هنيك. وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم جلس بابا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا. هاي أصنام عندي كانوا يعبدوها. صاروا اسمه سواعا وصاروا اسمه ودا. ماشي. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. صعب شيء؟ يلا محمد جلس لا تقعد بابا الشباب ما بيقعدوا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ما حافظ الساتر ولا يغوث ويعوق ما في لا ولا يغوث ويعوق ثلاثة مع بعض ولا يغوث ويعوق ونسر جيد أبو بكر يلا ولا يغوث ويعوق ونسر جيد أبو أحمد يلا اسمعني. وقالوا لا تذرن آلهتكم اي كان يعبدوه اجلس احمد بن يهوى اقعد مركبك جبريل اي انت الجبريل لا خلاص راحوا كسرونا هلا بس هم رجعونا عجزة العرب والعياذ بالله. المهم بابا وقالوا لا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يا سلام. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يعني كم صنم عندهم كان؟ خمسة ماشي. ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يا سلام. أبو أحمد اسمعني أقولها مرة تجي وراي أنت ماشي. ومكروا آخر مرة هي الحافظة خلاص طلع عنها دغري. أنا والله نفسي أطلع دغري أنا بس بدي أتعلق أنا بدي أتعلق بالمخ يلا نكمل يلا إن شاء الله يلا خلينا نسمع بس نشوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا ومك عبد الرحمن ركز معي ومك اسمع ولا لا تحكي خلص. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا يلا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن
ولا ولا يغوث ولا تذرن يغوث ودا ولا يسوع ولا يغوث ويعوق ويسرى. شفت لك محافظه. اسمعني ومكر ومكر. انا اسمع الشيطان نحفظهم القران الكريم. مو الشياطين هاي، ذو كانوا ناس مناح، كانوا ناس مناح عنا، بس ماتوا. بعد ما ماتوا الناس اللي بعدهم قالوا هذول الناس مناح، سووا لهم اصنام على اساس انه شو، بس انهم مناح، بعدين صاروا يعبدوهم. عرفت ليش؟ عشان هيك واحد ما يسوي صنم لحدا. يعني كان عالم عايشين، كانوا مناح، ناس مناح ماتوا، بس لانهم مناح شو عملوا لهم؟ عملوا لهم صنم لانهم مناح يعني. اما بعد شو صاروا؟ صاروا يعبدوا الاصنام. لا هن مناح الزلم والمراه، بعدين ماتوا، وكمان بعدين صاروا جابوا حجر، لفوا الحجر صار يدقوا بالمسمار. وسووا صنم، بعدين صاروا يعبدوا، يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ ليش؟ فرعون إمتى مات؟ من زمان بابا، بابا، نروح الوقت معنا، يلا، ومكروا مكرًا كبارًا. وقالوا لا تذرن لا تقاطعني ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 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 ولقد أضلوا كثيرا ولقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد أنت أخطأت أنا إيه ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولقد أضلوا كثيرا ولقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا ضلالا إلا ضلالا على تبارا أقول شغلة غلط تعلق مخك عودت وقد أضلوا كثيرا ولقد أضلوا ما في ولقد وقد وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين ضلالا إلا ضلالا أيوة ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 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 يلا قولها كل مرة وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا عم نحكي هلا تعطشني ولا تزيد الظالمين الا تبارا ضلاله ضلاله شو علاقة التبارا يا زلمه؟ وقف تسجيل يلا قال نوح ربي انهم عصوني قال نوح ربي انهم عصوني اتبعوا وكمل واتبعوا من لم يزده من لم يزده وماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا جيد مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا ما بتحكي لأخلص مليونين مرة طويلة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا مما أدخلوا نارا مما خطيئاتهم مما أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا
فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا بالمي أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا لا لا قمنا يعني الكافرين يعني موتوهم بالبحر بعدين عنا لهذه قوم نوح لغرق بالمي ماتوا بدي الله بياخذنا النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم فأغرقوا تبع السفينة اللي عمر السفينة لحاله تذكروا اللي كان عمر السفينة ايه بعدين اقرأ يلا بعدين يلا حنبر هون يلا بعدين كان اللي قالوا هلاك ربو بعدين هلاك زلم على هو السحر بعدين الجنود اخذوا وكبوا على البحر بعدين ما الله لا غير لا غير غيره غيره هذا كنت بروج جبل. فوق من الجبل بعدين الله كبر لنا تنريع الولد بس مو هاي السورة هذه سورة البروج هذه سورة البروج زعمة يلا هلا هو خلنا نكمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم من لم من لم يزدوا دعاء لا بالله عن جد صافر عم تقرأ قال نوح الربي قال نوح الربي نوح الربي نوح الربي إنهم عصوا واتبعوا من لم واتبعوا من لم يزدوا ماله ولده إلا تبأ إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا لا تعيد أنت وقالوا لا تذرن لا مشان نسيان لا تعيد انت خلاص اخر ما يلا وقالوا لا تذرن وقالوا لا تذر وقالوا لا تذرن ايه لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا ولقد اضلوا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم فأغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أمامك يلا عاد نشتغل يلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون أنصارا يلا بقي عيد حالك مما خطيئاتي أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يا سلام يلا خلصت يلا يا حمد مما يلا لا خلصت آيته انزل تعال خلصت الآية تبعك انت تشد فيها يلا ضل عنا قديش ضل بس 3-4 سوري الله وقالوا ما بعدين يلا حمد مما خطيئاتهم سريع مما خطيئاتهم أغرقونا أغرقوا بالمي بعدين فأدخل فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم
من دون الله من دون الله أنصار. أنصار.